استاذ عصام، انا من وجهه نظري ان احمد فتوح واحد من اهم اللاعبين الموجودين في مصر. فتوح لعيب مهم جدا للزمالك، فتوح دلوقتي بيمثل 50% من قوه نادي الزمالك. والفتره اللي كان موجود فيها حصل خلل كبير جدا لدفاع نادي الزمالك، ومن اداؤه لما رجع تاني مع اوزيل، وحتى لما توظيف اوزيل له في اماكن غير اماكنه، يعني برده كان لعيب مميز جدا ويستاهل يعني تقدير اكتر من كده. صحيح. السؤال دلوقتي الناس كلها بتساله، هو فتوح هجدد ولا لا؟ ده السؤال. فتوح اتقال ان فتوح خلاص موافق وهيجدد والموضوع منتهي والدنيا خلصانه. الاكيد ان فتوح حصل الجلسه ما بين عبد الواحد السيد وفتوح في السعوديه في نهايه البطوله العربيه. عبد الواحد بلغ فتوح بشكل رسمي ان احنا عايزينك ومتمسكين بيك. فتوح قال له انا ما عنديش مشكله، انا اولويه عندي للزمالك وعايز اجدد، بس انا عندي شرطين. الشرط الاولاني انا عايز فلوسي كلها المتاخره كامله. الشرط الثاني ابقى اعلى فئه في الفريق. حقه وحقه. طيب فتوح حط شروطه وشرطين انا شايف ان هم عاديين طبيعيين. يعني دلوقتي الكوره في ملعب اداره نادي الزمالك، فالكلام اللي طلع اليومين اللي فاتوا ان خلاص فتوح وافق على الدنيا، خلال ساعات فتوح هيجدد، خلال لحظات فتوح هيوقع. طيب مش عايزين نكرر نفس الغلطات اللي حصلت قبل كده؟ يعني احنا قعدنا تقريبا جمهور الزمالك اتعشم حوالي 6 شهور ان فرجاني هيجدد، ما جددش. سنه كامله الجمهور سمع ان اشرف بن شاوي وافق على التجديد والدنيا خلصانه، وحين نقعد بكره بعد الظهر كده تاني يوم بالليل، وفي الاخر اشرف بن شاوي ما جددش. خلي بالك قوانين الفيفا بتدي حق فسخ التعاقد بعد 3 شهور لو ما خدش مساحاته متتاليه ورا بعض اللعيبه كلها. خلي بالك يعني هو على فكره ما حدش يقدر يقول ما خدش فلوسي. فاداره نادي الزمالك ما تلومش الا نفسها. يعني فتوح انت قعدت مع فتوح والراجل قال لك هو عايز ايه، وطلبين عاديين جدا ما فيهمش اي حاجه. هو اهم لعيب في الفريق، طبيعي انه يبقى اعلى فئه، ليه فلوس قديمه، مستحيل ان اللعيب يجدد من غير ما ياخدها. فانت دلوقتي عايز تجدد لفتوح، عايز تخلص القصه. قعد فتوح زي ما انا وهاني قاعدين كده، انت عايز كام؟ عايز 20 مليون؟ اديله، خد ال 20 مليون والعقد اهو امضي بس، والقصه خلصت. لكن هتعشم الجمهور فتره طويله، اداره نادي الزمالك هي هتتحمل المسؤوليه في الاخر. وانا من وجهه نظري رحيل فتوح عن نادي الزمالك خساره كبيره. الجمهور مش هيرحم الاداره، مش هيرحم اي مسؤول جوه نادي الزمالك على رحيل فتوح، لان اللعيب دلوقتي معاك على ذمتك، مش زي امام عاشور مثلا، لا اللعيب معاك وقاعد معاك وانت كل يوم بيجي يتدرب في النادي، فانت ازاي مش هتقدر تجدد له؟ يعني كل الكلام اللي بتقوله ده كلام 10 على 10 وكلام جميل. هل كل الكلام اللي بتقوله بال 20 مليون و 30 مليون و 40 مليون، هل موارد النادي الزمالك تحديدا، انا بشكر الاثنين في الحوار، تقدر على الكلام ده؟ بص، هو يعني موارد نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، انا ضد الناس اللي بتقول لك الزمالك عنده ازمه ماليه والكلام ده كله. ما تتفرج على موارد نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، موارد كبيره جدا، تتكلم في 6 مليون دولار تقريبا فلوس مصطفى محمد. لا حوالي 120,000. لا اتباع، انت بعته بس خلاص. يعني الرقم بتاعه بتتكلم كوره بس كتير قوي. بتتكلم 3 مليون دولار، بتتكلم في 3 مليون دولار داخل امام عاشور، بتتكلم في مشاركات سواء افريقيه، بتتكلم في حاجات كتير جدا. الزمالك المفروض ان عنده موارد. ازمه نادي الزمالك ان هو ما عندوش لوائح اداريه واضحه. بمعنى ايه؟ يعني بمناسبه احمد فتوح اتعرض على النادي الاهلي وعقد جلسات مع بعض الوسطاء المقربين من النادي الاهلي. الاهلي دايما بيركز في الحته دي عشان يقعد مسؤول مع فتوح، فهو عارف ان الامر غير قانوني لان فتوح لسه ما وصلش لفتره الحمايه، فهو الاهلي مش هيحط نفسه في اللغط ده او يقعد مسؤول فيتصور فيطلع رئيس نادي الزمالك يهاجم مسؤولي النادي الاهلي. لما اتقعد مع فتوح واتعرض عليه الكلام في الفلوس، قالوا له صراحه اعلى لاعب في النادي الاهلي بياخد 15 مليون جنيه، فلو انت موافق على ال 15 مليون جنيه دول اهلا وسهلا بيك معانا في الفريق. وبالمناسبه حصل مكالمه في خلال الساعات الماضيه ما بين مسؤولين داخل النادي الاهلي او وسطاء مقربين من مجلس الاداره في النادي الاهلي مع احمد فتوح، وقالوا له احنا سمعنا ان انت بتجدد مع نادي الزمالك، لو انت واخد المفاوضات بتاعه النادي الاهلي كورقه ضغط علشان تجدد عقدك مع نادي الزمالك بالشروط اللي انت عايزها، احنا هنطلع ونقول ان مفيش اي مفاوضات رسميه، ونعتبر ان الصفحه ما بين انتقالك للنادي الاهلي دي مقفوله تماما. لو انت عايز النادي الاهلي الكره في ملعبك وانت لسه ما جددتش عقدك، فاستنى زي ما انت مع نادي الزمالك، وفي يناير هتوقع للنادي الاهلي. انا في مباراه فيوتشر قبل الماتش في الملعب قعدت اتكلم مع احمد فتوح. انا من اللعيبه اللي معجب بيها جدا جدا، وكلمته يعني انا قلت له انا شايفك بره مصر، وشايفك انك انت عندك فرصه في السن ده زيه زي زيزو زي